السلام عليكم متبعي الكرام. شويه غادي نخرجوا على الروتين ديال الاخبار اللي عندها علاقه داخل الملعب. نعطيكم دابا خبر اللي خارج ارضيه الملعب بحيث ان اللاعبين شحال كتخلصوا. نعطيكم واحد المقارنه غادي تصدمكم دير بالصح بين لاعب اشرف حكيمي شحال كيخلص اسبوعيا واللاعبين نجوم ديال باريس سان جيرمان مبابي ونيمار وميسي في باريس سان جيرمان بقياده الملياردير ناصر خليفي. غادي تصدموا دابا بالصح الخوش باش تعرفوا شنو كاين داخل ارضيه الملعب وخارج ارضيه الملعب. اللهم بارك والله يزيدهم، لكن احنا بغينا نعرفوا غير شنو وقع في هذا العالم ديال كره القدم وماشي اللعبه ديال الفقراء لكن لعبه ديال الاغنياء بخصوص اوروبا. نعطيكم تفاصيل وشحال كتخلصوا لاعب بلاعب. نبدا بترتيب اللي تزايدي يعني من الصغير للكبير. فينالدوم 160 مليون السيمانه الواحده، ايكاردي 170، كيمبيمبي 175، دوناروما الحارس الايطالي الله نتشادبوه 200 مليون السيمانه الواحده، سيرجيو راموس 200، الحارس الكوستاريكي نافاس 210، دي ماريا 235، فيراتي لاعب ايطالي متوسط الميدان 250، ماركينيوس المدافع البرازيلي تاهو 250. ودابا عطاكم صدمه ديال بصح، كيليان مبابي كتخلص 310 الملايين المغربيه الاسبوع الواحد، نيمار 490 مليون الاسبوع الواحد، وليونيل ميسي 650 مليون الاسبوع الواحد، وحكيمي شحال كيتخلص 160 مليون مغربيه الاسبوع الواحد. شوف الفرق كيف داير الخوش ما بين اشرف حكيمي وثلاثه الاولين، فرق شاسع بحيث ان مبابي تقريبا كيتخلص الدوبل ديالو، نيمار كيتخلص فوا تريبل ديال حكيمي، وميسي كيتخلص فوا اربعه. يعني تبارك الله الاموال عندهم في باريس سان جيرمان راه بزاف ديال بصح، ويستاهل اللاعب ديالنا المغربي اشرف حكيمي بحيث من افضل الاظهره في العالم اللي ما كانش هو الاول. لكن كما كتعرفوا اللاعبين الامريكا اللاتينيه تيكونوا شويه زايدين ناحيه النجوميه، داكشي علاش كيكون الثمن ديالهم غالي مقارنه باللاعب الافارقه او الاسيويين او حتى الاوروبيين. اش بان لكم بلان؟ خلوا الاراء ديالكم واش يستاهلوا هذا الثمن او لا. كان معكم الاخ مروان وتهلاو.